عن دعبل دون دعبل 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 الذي هو أنا لا يكون لا أنا إلا أنا دعبل دعبل أقول لخاني صديقي ماء بارد قارس لخاني الشوم الفارس ماء عذب سنان لخاني سيد الرجال هل أمركم بنقل البحر من مكانه؟ سبحان مغير الأحوال سبحان الله هذه أول مرة أرى فيها فيلا يقود حمارا إذن فبهذه القلال ماء زلال لخال سيد الرجال لله درك فأين هم أصحابك أصحابي هؤلاء هم أصحابي أنت صاحب الفيل وأنتم يا جيش السقائين أما وأنت فيل وأنتم يا أصحاب الفيل لم يبق إلا أن تنزل عليكم الآن حجارة من سماء حجارة من سجين تجعلكم عبرة لكل المعتبرين
خيبكم الله. مهلا يا ابن أمي، مهلا. خيبكم الله يا تجار سوق السماط، تركتم تجارتكم وهي رائجة رابحة. قلت لك مهلا، ألا تسمع؟ سلطتم أنفسكم على ماء فجره الله من الأرض، وادعيتم ملكيته، وأسبقتم عليه من الأسماء والنعوت ما شئتم، وجئتم تبيعونه للناس. خيب، قلت ويحك يا ابن أمي، ألا تعرف الصبر؟ اتقوا الله واشتغلوا فيما ينفعكم وينفع الناس. يا أصحاب الفيل، دعوا بيع الماء لأهله، فإن السقاية مهنة لها قواعدها وأصولها، وإني لا أراكم أهلا لها. أف لك، ألا يعجبك إلا أن أقطع كلامي وأتفرغ لك؟ ها أنا ذا يا سيد، ماذا تريد؟ دهبل ريحك يا ابن أمي، هذا الحمار حماري. وقعت يا دهبل، ولم يبق لك الآن إلا أن تقف أمام قاضي القضاة ليحاسبك على ما ألصقته من تهم بصاحب الحسبة الذي هو أنا. يا دهبل الذي هو أنا. أتضحك؟ الويل لك. بل الويل لك، وكل الويل لك أنت يا صاحب الحسبة. قبحك الله، أتكيل لي الصاع صاعين وأنا صاحب الحسبة؟ بل أكيل لك الصاع 40 صاعا يا صاحب الحسبة. إلي؟ ماذا تنتظران؟ مكانكما، كان عليك أن تسألني لماذا أكيل لك الصاع 40 صاعا؟ ما دمت سأتسبب في سجنك في جميع الأحوال فلا بأس من التسلي بالاستماع إلى هذرك يا دعبل. فلماذا تكيل لي الصاع 40 صاعا؟ لأني وبكل بساطة أكره أن يعصي أي رجل من الناس أوامر مولانا الأمير ثبت الله سلطانه. أما إذا كان العصيان والتمرد من أحد رجال الأمير كصاحب الحسبة مثلا، نعم، فإني أكون مستعدا لمنازلته والموت فداء للأمير وأوامر الأمير. ومن قال إني عصيت للأمير أمرا؟ يا مجنون القيروان، وكيف لا تكون عصيت أوامره وأنت تسعى لحمل على المثول أمام القاضي، في حين أن مولانا الأمير أمهلني حتى أجد حماري المسروق. وأنت وجدته؟ أنا وجدت حماري؟ من قال لك هذا؟ أنت بنفسك، لقد سمعتك بأذني وأنت تقول هذا الحمار حماري، وقد سمعك كل الحاضرين هنا وهم مستعدون للشهادة ضدك، أليس كذلك يا أشراف سوق السماط؟ والآن يا دعبل، ألا إني أول من يشهد أنني قلت هذا الحمار حماري؟ ها أنا ذا أكفيك تعب نقل هذا الحجد من أصحاب الفيل ليشهدوا أمام القاضي. إذن فأنت تعترف؟ بالتأكيد، فأنا قلت هذا الحمار حماري، وبما أن اللغة العربية كما ادعى ابن رشيق لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، فإني وقفت على السكون في قولي هذا الحمار حماري، في حين أردت القول إنه حماري، أي ذو شكل حماري، وليس كهذا الحمار مثلا، فهذا الحمار بغلي. وإذا سكننا آخره أصبح هذا الحمار بغلي. إذن يا سيدي يا صاحب الحسبة، فهذا الحمار حماري الشكل والارتفاع، وهذا الحمار حماري بغلي الشكل والارتفاع. ألا ترى أننا نناديك فنقول لك يا صاحب الحسبة بالوقوف على السكون، في حين من واجبنا كسرك أو جرك بقولنا يا صاحب الحسبة؟ ويلة
استعدي يا هذيل لزغرودة أخرى أطول من هذه. ولماذا إن شاء الله يا ابن أمي؟ يا دعمل، إذا كان صاحب الحسبة لا يعرف الحقيقة فأنا على علم بكل شيء يا ابن أمي. انتبه يا سيدي يا صاحب الحسبة، وأنتم انتبهوا يا جماعة، انتبهوا. انظر يا سيدي يا صاحب الحسبة. أرأيت يا صاحب الحسبة؟ تثبت. أرأيت اللون الحقيقي لهذا الحمار؟ انظر. والآن يا دعبلت، هل ستقف على السكون بعد أن وقفنا على الحقيقة؟ أم ستقف أمام القاضي؟ وهل أقف أمام القاضي من أجل حمار غبي غير قادر على المحافظة على لونه؟ هذا الحمار ليس حمار يا صاحب العصبة، لعله أكل حرباء بين الحشائش فامتلك القدرة على تغيير لونه. لنفرض أنه امتلك القدرة على تغيير لونه، فلماذا يتحول إلى اللون الأسود والحال أنه لا يوجد هنا لون أسود؟ بلى يا سيدي، فاللون الأسود هو اللون الغالب على هذا المكان. تبا لك، وأين ترى اللون الأسود؟ ليس عليك إلا أن تجرد خنجرك هذا وتبدأ بدهبل ابن أمي فتشق صدره مرورا إلى من معه من أصحاب الفيل، ثم انظر بعد ذلك فسترى في صدورهم قلوبا تقدر حقدا وضغينة وحسدا. أجل أيها السادة، إن القلوب المختفية داخل هذه الصدور النخرة سوداء بلون الفحم، لم نتمكن نحن من رؤيتها ورآها هذا الحمار الذي ابتلع حرباء وشرع يتلون بلونها. هلم يا ابن أمي، هلم يا دهبل، اسكب مزيدا من الماء على الحمار حتى أرى لون قلبك بوضوح. هلم يا هذيلة، زغردي يا هذيلة، ادخلنا. اسكب مزيدا من الماء يا دهبل. وماذا عن أخبار المسلمين في بلاد الأندلس؟ إن الناس في إشبيلية يا مولاي يتشوقون إلى يوم تنكسر فيه شوكة الإسبان، ويبدو أن هذا اليوم أصبح وشيكاً خصوصاً بعد وفاة ملك الإسبان فرناندو. قد بلغنا أنه قسم المملكة الإسبانية إلى 3 ممالك وزعها على أولاده 3. أخطأ فرناندو بهذا التقسيم، فإنه فيما أرى سيكون سبباً في وهن النصرانيين وتفوق إخواننا في الأندلس. أياً كانت الحالة فإننا مطالبون في إفريقية بأن نكون على استعداد دائم لكل طارئ. فبماذا يأمر مولاي؟ أحب أن تذهب إلى مدينة سوسة. أسافر الساعة إذا رغبت يا مولاي، ولكن ما الغرض من هذه الرحلة؟ تتفقد شؤون الرعية هناك وتنقل إلي ما يتجمع عندك من أخبار، ثم تتفقد دار صناعة السفن وأحوال أسطولنا بسوسة. حبا وكرامة، فمتى أسافر يا مولاي؟ تجهز لسفر قريب وسأعلمك في الإبان. السمع والطاعة. تأخر ابن رشيق وابن شرف، لعلهما يصلان بين الحين والحين. هذا صاحب الشرطة يظهر أنه يحمل أخبارا هامة فيما أرى. أرجو أن تكون المرحلة الجديدة في صالحنا وفي صالح الرعية. لن تكون إلا كما تمنيت بحول الله. السلام على مولاي الأمير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الجديد يا صاحب الشرطة؟ أبو النعمان باع الخان يا مولاي وقد صار ما توقعناه، إذ حمل معه ثمن الخان وقصد الأشهب.
قد راقبه أحد رجالي منتحلا شخصية ضرير متسول ورصد جميع تحركاته. يا صاحب الشرطة، إن أموال الرعية وسلامة أفرادها أمانة في عنقك، فهل أنت واثق من خطتك هذه؟ تمام الثقة يا مولاي، وإن رجال الشرطة على يقظة تامة ويراقبون كل ما يجد ويرفعون لي أخبار الأشهب وصحبه ساعة بساعة. ألا يكون من الأفضل يا مولاي إلقاء القبض عليه منذ الآن وإراحة البلاد والعباد من ألاعيبه وحيله؟ فماذا يقول صاحب الشرطة فيما يراه ابن أبي الرجال؟ الأمر لكم أولا وأخيرا يا مولاي، إلا أني أحبذ التريث بعض الوقت، لأني أصبحت أظن أن علاقة ما تربط بين الأشهب وظهور عزيزة اللبانة لمداوات الناس. أرجو ألا يطول تريثك يا صاحب الشرطة. سننهي الأمر حالما تتوضح خيوطه يا مولاي، فهدفنا هو اجتثاث الداء من عروقه وإراحة الناس نهائيا من هؤلاء المتحيلين المشعوذين. لك ما شئت، فامضي فيما أنت فيه والزم الحذر. الحمد لله، أحس وكأنني ولدت من جديد. وكيف لا يعتريك هذا الإحساس المريح وأنت قد تخففت من أوزارك وتطهرت من أضران هذه الفانية وأثبتت زهدك فيها؟ لم يتحقق لي ما تحقق إلا بفضلك أيها الخل الوفي. أما الآن وبعد أن وضعت هذا الوزر الثقيل بين يديك، فإني سأمضي وأنا قرير البال لأهيم على وجهي في أرض الله مستغفرا نادما. بورك فيك يا أخي أبا النعمان، إن مثلك جدير بهذه المنزلة من الترفع عن ألق الدنيا السائف وبهرجها الكاذب. عفوك يا أشهب، فأنا رجل مثقل بالذنوب، قضيت العمر في العمل الدؤوب من أجل جمع المال، ولولاك ما كنت انتبهت لحالي وما أنا فيه من الخسران. لا بأس عليك، لا بأس عليك يا أخي، إن هذا المال الذي جلبته سينفق فيما تحب ونحب، وإن هذا لعمري هو الربح الكبير. لا إله، عليك المعول في إنفاقه على أحسن الوجوه يا أشهب. واسمح لي الآن بالذهاب، فإن بي شوقا إلى الترحال والضرب في الأرض. سر على بركة الله يا أخي يا أبا النعمان. أبا النعمان، مهلا يا أخي يا أبا النعمان. إنك ستغادر القيروان ولا أحد يعرف متى تكون عودتك. صدقت. أحب أن أنبهك إلى أمر يعد واجبا من واجبات تجاهك يا أخي. وما هذا الأمر يا أشهب؟ نهى. نهى؟ أجل نهى، فما بال وجهك امتقع فجأة؟ لا، ليس إلى حد الامتقاع، فكل ما في الأمر هو أنني نسيت وحيدتي. وأنا ذكرتك بها. بورك فيك، ولكن لماذا ذكرتني بها؟ أنت الآن
بمثابة أخي، وها أنت تغادر القيروان تاركا نهى تلك المهذبة اللطيفة وحيدة لا حاملها، وإني أرى أن أنوب عنك في حمايتها إلى حين عودتك. هذا أقل ما يمكن أن أقدمه لك من مساعدة يا أخي. شهم، شهم أنت يا أشهب، إلا أنني عهدت بابنتي الوحيدة إلى دعبل. دعبل تعهد بنها المهذبة إلى سقاء جلف. دعبل لم يعد سقاء، إنه الآن صاحب خان وقد أمسى معدودا من أعيان القيروان. صدقت يا أبا النعمان، فدعبل الآن من الأعيان. ما رأيك يا أبا النعمان في تأجيل سفرك بعض الوقت؟ أنت تقول هذا؟ أجل، فيمكنك أن تتزهد معي هنا، وأحب أن أقول أنني أصبحت أحس برابطة قوية تشد إليك، فكأنني عثرت على توأم لروحي. وحيدتي منى، ابنتك، ما شاء الله ما شاء الله، إنها فتاة مهذبة فيما أرى. فعلا، حتى أن أغلب الناس ينادونها نهى المهذبة. نهى المهذبة اسم جميل ولقب أجمل يليقان بعروس من عرائس القيروان. أهي متزوجة يا أخي يا أبا النعمان؟ نهى لم تتزوج بعد يا أشهب. طال صمتك يا أبا النعمان. أبو النعمان لن يرفض طلبا للأشهب مهما كان الطلب. مهما كان الطلب، بورك فيك يا أبا النعمان. أتدفعين الماء إلى المرتفع يا نفيسة؟ بل إلى المنحدر يا قارعة. أسفي عليك يا زوجة دهبل، هذا مرتفع أم هذا منحدر؟ أم بك رغبة في العناد والسلام؟ فيما خصامكما يا نفيسة؟ هذه حماتي تزعم أن المرتفع منحدر وأن المنحدر مرتفع. أنا لا أزعم يا إيوزة سوق الصماط، هذا منحدر وهذا مرتفع، أحببت أم كرهت؟ أولا يا يوم القيامة، أنا لست إيوزة، أنا نفيسة النفيسة. ثانيا، أحببت أم كرهت هذا المرتفع وهذا المنحدر، أم أنك تريدين قلب المكان في هذا الخان؟ هل أمي هذيل، هل أمي، هل أمي وأدلي برأيك، فأنا امرأة أكره العناد خصوصا إذا اقترن بالجهل. أما أنا يا قارعة فإني أقول إن هذا هو المرتفع وهذا هو المنحدر. ماذا تقولين الآن يا منبع العناد ويا أبعد الناس عن السداد والرشاد؟ تبا لك ولها. رويدك يا قارعة رويدك، أما عزات ولو طارت. خسئت يا حكم الشؤم. زعفرانة، يا ويلي، ماذا هناك؟ تعالي وجه الحرب والضرب. ألا ترين أنني مشغولة بهذا الذي في يدي؟ ما ذلك الذي في يدك؟ حنظل. حنظل، وماذا تفعلين به؟ الحنظل على حد قول تويس إذا وقع قليه في زيت الزيتون إلى حد الاحتراق كان نافعا للكدمات، ثم إنه في بعض الحالات. الويل لك. هلو هلو أمي. فنفيسة وهذيلة اتفقت على أمك يا غبية. لبيك أمه، لا عاش ولا كان من يتفق عليك يا أعظم قارعة. انظري، انظري معي من هذه الناحية،
هذا مرتفع أم هذا منحدر؟ تكلم يا زعفرانة، لا تخجلي منهما، فإن الله لا يستحي من الحق. بورك فيك يا أم، إن الله لا يستحي من الحق، ولهذا فإني أرى أن هذه الجهة مرتفعة وهذه منحدرة. تبا لك يا زوجة الفيل، أنت معي أم ضدي؟ بل مع الحق يا أمي، هل أقلب الخان رأسا على عقب لأكون معك؟ الماء، الماء هو الحكم الذي لا يخطئ ولا ينحاز. إن الماء لا يجري إلا في اتجاه المنحدر، فاسكبن ماء وسوف تعرفن المرتفع من المنحدر. بورك فيك ولا فض فوق، اسكب الماء وسوف ترين يا نفيسة، فأنا امرأة أكره العناد خصوصا إذا اقترن بالجهل. وأنا موافقة يا قارعة، فليس والله كالماء حكما في مثل هذه المسألة. وهذا الماء جاهز، فهل أسكبه؟ أسكبيه مهلا. أسكبيه حتى تراه ذيلة. مهلا يا زعفرانة. ما رأيك يا قارعة؟ في ماذا؟ إذا صح قولك أغادر الخان بلا رجعة، وإذا صح قولي تغادرينه بلا رجعة. لله ضرك في هذا الرهان العظيم، فأنا موافقة يا هذيلة. ولكن يا أمي. أسكبيه حتى ترى هذيلة أن انحيازها مع نفيسة لن يفيدها في شيء. كما تشائين يا أمي. لن يكون لك ذلك يا هذيلة. ماذا؟ ولكن الماء حكم لفائدتي. هل أكذب عيني وأصدق قطرات من الماء يا هذيلة يا معدة الجمل؟ غادر الخان يا قارعة، أنا السيدة في هذا المكان. أجل، أنت سيدة الخان ونساء الخان. سحقا لك ولها، الخان على ملك دعبل ودعبل ولدي، أنا التي حملته ووضعته وربيته صغيرا ونصحته كبيرا، أنا التي ربيته على الاقتصاد والتقشف، أنا التي أشرت عليه بامتهان السقاية حتى تمكن من شراء هذا الخان. الخان خاني يا هذيلة، وأنا السيدة في هذا المكان. أجل يا أمي، أنت سيدة هذا الخان ونساء الخان. خبتي وخابت أمك يا زعفرانة، أنا زوجة دعبل، أنا التي رضيت به فقيراً مسكيناً، أنا التي صبرت على تقشفه، أنا التي رضيت بالجوع ليلاً نهاراً، ولولا صبري وقناعتي ما تمكن دعبل من شراء الخان. الخان خان يا قارعة، وأنا سيدة هذا المكان. نهى، أريدك بعض الوقت على انفراد. هل أمي نهى؟ مهلا 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 نهى، أمانة في رقبة دعبل الذي هو أنا، والأمانة في عرف دعبل الذي هو أنا ثقيلة جدا جدا جدا. لله ضرك يا أخي، لقد عرف أبو النعمان أي رجل يأتمن على وحدته. مرحبا بالضيف الكريم. بورك فيك يا دعبل. هل من خدمة نؤديها؟ أصيل وشهم أنت يا أخي. هذه بالفعل بعض صفاتي، فهل من خدمة نؤديها؟ أنا مبعوث من قبل أبي النعمان. يا أهلا ومرحبا بمبعوث أبي النعمان. وإني أرغب في الانفراد بعض الوقت بنهاء لأبلغها رسالة من أبيها. من أبي النعمان؟ أجل، وسأتحدث إليها في زاوية من زوايا هذه الساحة وتحت أنظاركم جميعا. فقط هذا كل ما في الأمر. نهاء، عودي إلى غرفتك حالا.
هل مات أبو النعمان؟ إنه بخير وبعافية. أما أنا فإني أعرف أنه يملك قدمين سليمتين، ورأيت ذات مرة في وجهه فمن يصلح للكلام بما توفر عليه من لسان وشفتين وحلق. وما دام أبو النعمان حيا لم يمت فليأتي بنفسه لمحادثة نهاء. هو الآن هل من خدمة نؤديها؟ أظن أنك توصلت لاتخاذ قرار يا دراهم. لن أعود يا أبا بركة، لن أعود إلى الأشهب. بل ستعودين يا دراهم، إني أشكو مثلك من حيل الأشهب وخطرسته وانفراده دوننا بالمال والسيادة. وهل ستظل تشكو إلى ما لا نهاية له؟ لن تطول بنا هذه الحالة يا دراهم، لهذا عليك أن تعودي وعلي أن أعود، وعلينا معا أن نتدبر أمرنا بهدوء وأن نعد العدة حتى إذا حان الوقت المناسب ضربنا بشدة وفررنا بجلدنا. إنك يا أبا بركة في واد وأنا في واد آخر. أنت رجل اكتشف أنه يعمل ويشقى ليحصد غيره ويجمع المال، أما أنا فإني امرأة مخدوعة عاشت على وقع كذبة منمقة. أنا يا أبا بركة وقعت في حب الأشهب، حتى إذا صار حبه مني مصر الدم اكتشفت أنني وقعت في أحبولة لص كبير وسعلوك مشعوذ. حببت الأشهب في البداية بقلبي وعقلي، أما الآن فإن عقلي يرفضه ولكن قلبي ما يزال متمسكا به. ما دام عقلك يرفضه فإنه بوسعك أن تفكري تفكيرا سليما، وإني أرى أن تعود. علي أن أعود إلى جلادي، إلى الرجل الذي جئت صفحة بيضاء فعلمني الكذب والرياء واللصوصية والتحير. أنا يا أبا بركة أعيش في عذاب متواصل، أنا لم أخلق لهذا. كنت أحلم ببناء بيت، أحلم بالإنجاب بالحب والدفء، ولم أفق من غيبوبتي هذه إلا وكل شيء قد ضاع. لم يضع منك شيء يا دراهم، إن ما تعلمته من الأشهب أصبح الآن أسلحة بين يديك. الكذب والرياء واللصوصية والتحيل كلها أسلحة قادرة على الإطاحة بالأشهب، فلا تترددي في استعمال هذه الأسلحة. عيديني باستعمال أسلحتك، وأنا أعدك بالتكفل بالبقية. أعدك